السؤال، هل لابد ان يدفع الانسان ثمن الخطية هنا على الارض حتى لو قدم توبة عنها؟ هو السؤال غلط. لان ثمن التوبة دفعه المسيح عنه، لكن ربما يقصد عقوبة على الارض. في ناس بياخدوا عقوبة على الارض وفي ناس ما بياخدوش. يعني موسى النبي اخذ عقوبة، وسليمان اخذ عقوبة، وداود اخذ عقوبة. وفي العقوبات اللي على الارض دي انواع. في عقوبة من نفس طبيعة الخطية، زي خطية تجيب مرض، زي خطية طالب في إهمال دروسه تجيب سقوط، دي من طبيعة الخطية. وفي عقوبة بتأتي من المجتمع، إن المجتمع يحتكره ويتجاهله ويتباعد عنه. وفي عقوبة بتيجي من القانون، يطبق عليه القانون فيحكم عليه بأشياء. وفي حاجات ما الواحد ما بياخدش عليها عقوبة أبدا. وفي عقوبة في السماء دي يعفى منها بالتوبة.